فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع، فهل أكبر تكبيرة الإحرام أم علي أن أكبر تكبيرتين، واحدة للإحرام وأخرى للركوع؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا بد منها، تأتي بها وأنت قائم. وأما تكبيرة الانتقال فهي في هذا الموطن سنة، إن أتيت بها فهو أحسن، وإن لم تأتي بها فصلاتك صحيحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.